كلمة وزيرة القوى العاملة والهجرة هي مناسبة تذكير بقيم العمل والعطاء والإنتاج والتضحية والتكامل بين شركاء الوطن الواحد، وهي مناسبة تؤكد على ما نادت به الأديان السماوية والرسل والأنبياء الكرام، ونتذكر منها قول سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: ما أكل أحدا طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعلى الإسلام من شأن العمل، بل جعله إذا اقترن بالنية الصالحة يخرج من حيز العادات ليكون عبادة خالصة لوجه الله رب العالمين.